هلا حبايبي، شو اخباركم؟ يا ربي دايما تكونوا بألف خير. يوم الفيديو ماتي راح نطلع لكم الضيف الجديد مال الفيديو. اللي الناس اللي متابعيني يتذكرون هذا منو، يشبه منو؟ شوف هذا امين كيتي. تذكرون هذا القط الصغير اللي كان وقع عليه شيء وكان مريض وعالجناه؟ اذا تتذكرون هلا احكي لكم قصته. هذا اصبر حبيبي خلينا نحكي. هذا قبل شهر ونص تقريبا طلعته تبعني زين، فاهله شنو اهله سافروا وجابوه يمي استضافه لانهم يعرفون وين يودوه، فقلت لهم جيبوه يمي يبقى 20 يوم مو مشكله. المهم فاني جبته، طبعا هو تقريبا عنده 4 شهور زين. وبمناسبه هذا الشيء قلت خلي اعلمكم شلون نتعامل ويا القطط الجديدة أول مرة تدخل بالبيت، أول ما ننزلها من اللتها يعني من مرتها البوكس العفو، شلون نتعامل وياها خصوصا إذا كان عندنا قطط ثانية. أنا بالنسبة لي القطط الثانية ماتي الكبار كلهم مسالمين، يعني حتى من نزل هو اللي كان مسوي لهم فيلم رعب، حتى تعرفون يعني هذا الشيء الصغير كان مسوي لهم فيلم رعب ويبخ عليهم، وحتى خلاهم يومين خطية ما ياكلون، ياكل بمواعينهم، هم كلهم مهزومين من عنده. هذا الشيء الصغير اللي اشوفه قدامكم. زين فرح اعلمكم شلون نتعامل وياه اول ما ينزل من البوكس، اوكي؟ شو الاشياء اللي نسويها؟ اول شغله تسووها لازم توكلوا، لان انتم تعرفون هو جاي من مكان مثلا طريق طويل عليه ما نعرف. المهم فنعطيه اكل لانه اكيد جوعان. شوفوا ميشو حاشر نفسه وياه. باعوا الاكلات، سألوا الناس اللي هو كان عندهم قبل شنو الاكلات اللي يحبها، وانتم هي انا سألت قالوا لي هو يحب الجبن هيجي يعني نحطه ويا شويه خبز، فهو يحب هذا الأكلة كلش، وفعلا يعني شوفوه ده ياكل ما شاء الله، هو لا خايف ولا أي شيء. بعدين ايش راح يسوي؟ راح تنظفوه، لأن أكيد هو يعني إذا مشتري من مكان ما تعرفون هو وسخ ولا نظيف. أنا أعرف هو من جاي، يعني جاي من بيت صديقة عندي، فأعرف هو نظيف. كل اللي سويت له بس ما سبحته، وإنما بس مشطت له شعره، وأكو كان عنده شوية عقد بشعره شلتها. وده تشوفون ازاي يسوي بيه، قاعد يبخ علي. تدرون اني ليش حاطته هنا ودا مشط؟ لانه هو متعصب، فاني حاطته بمكان ما يقدر يسيطر على نفسه. بعدين سويت، حطيت له دراي شامبو اللي احطه لكل القطط حتى يعرفونه من الريحه، يعني الريحه مالتهم كلها تصير متشابهه. وخلص وراح ادليه مكان اللتر بوكس ومكان المي. انا يعني قلت لكم هو اوريدي اصلا يندل المكان، وبس راح نظل الراقبة يوم يومين إلى أن تبدي مثلا يتعود على المكان، ما يحتاج أكثر من هيجي. بس أول يوم راح يكون صعب عليه نكون خايف، بس هو خلاص تعود. شوفوه قاعد يلعب ويا القطط. أتمنى استفاديتوا حبايبي من الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وسووا لي لايك، لأنه اللايك يدعم الفيديو. وبس خلصنا، أنا أحبكم كلش هواي. يلا باي باي.